السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مع ام نبراس. اليوم باذن الله راح نوري لكم كيفاش راح نخدم الفوطه تاع الحمام الواحده عروسه. هذه الفوطه تاع الحمام اليوم راح نقول لكم كيفاش خدمتها، يعني انا خدمت منها شويه بعد تفكرت اني قلت معليش ندير لكم فيديو كيفاش خدمتها. اول حاجه واش نحتاجه فيه هو هذا القماش، كما نقولوا كاين اللي يسموه قماش تونسي، كاين اللي عنده اسم اخر الله اعلم، حنا نقولوا القماش التونسي. هذا القماش تخيروه يعني من احسن ان يكون هذا النوع من القماش، وكما تحبوا انتم تحبوا ديروا قماش من نوع اخر كما تحبوا، لكن هذا من الاحسن انكم تستخدموا هذا. واش احتجت؟ نحتاجوا في العرض نتاع القماش، العرض نتاع القماش يكون متر والطول كذلك متر، عرض القماش متر والطول متر. بعدها واش نديروا؟ نكففوا القماش من الفوق ومن التحت، نكففوه تكفيفه كما تكفيفه خفيفة هكذا من الفوق من التحت ومن الفوق ومن التحت. وبعدها واش نديرو؟ نجيبو هذا كلاستيك، هنا راني كيما قلت لكم خيطتها شوية، نجيبو لاستيك ونلصقوه هكذا كما راكم تشوفوا. هذا كلاستيك صغير اللي يلصق في الخوصة تاعنا، شوفوا معايا ان شاء الله راه يبان معاكم شوية. شتو هذا كلاسيك، لصقوه كامل ساير داير على الحافة الأولى في القماش، الحافة الفوقانية. تحبوا ديروا غير الحافة الأولى، تحبوا ديروا خطوط أخرى، أنا درت خطوط أخرى بعد عاود فتحتهم. ديروا خط اثنين ثلاثة، المهم باش تتكمش لكم الجزء الفوقاني من تاع الفوطه هذه تاعكم. بعدها واش ديروا؟ رايحين تطوا الفوطه على اثنين، بشرط انه هذيك الطيه تاعها ما تكونش بجنب. شوفوا هنايا الطيه ماهيش بجنب، ما راهيش في الجنب هنايا، كي تطوا الكتان هكذا على اثنين هذيك الطيه ما تجيش منا في جنب، تجي شويه لقدام يعني تقريبا للصدر كيما هكذا، يعني تقريبا للصدر. شوفوا شفتوا الطيه ماهيش بجنب منا، راهي هكذا هنايا كانها هنايا تقريبا للصدر. بعدها واش رايحين ديروا؟ رايحين تخيطوا هذا الطيه هذه، تخيطوها تقريبا للفخذ يعني هكذا، من هنا هكذا حتى للفخذ هنايا، وتلصقوا جيبوا سفيفه بلونكاسي ولا بيضه على حساب نتوما واش تحبوا، وتلصقوها هكذا للدرعين هكذا على حساب كل واحدة، والكتف تاعها طويلة عريضة. المهم ثاني حاجة واش رايح ندير، يعني هذه ببساطة يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوني هكذا. بعدها انا شريت هاد القانو ولا اش يقولوا هكذا، راح نلصقه كامل هكذا على الحاشية هكذا، هذه كامل شريت مترا، راح ألصقو هكذا كامل حتى للأسفل. عندي أيضا بين الأشياء اللي راح نستخدمهم، أنا كما قلت لكم راح نطرزها بالحاشية. شوفوا اخترت الحاشية وردي، غوز بودري وبيضة، راح نطرز بها الوردات. أما بالنسبة للأغصان والأوراق اخترت اللون اللي راهو كيما الزيكة هذه، راح ندير به الاغصان وندير به الاوراق تاع هذا الغصن اللي راح نديره، راح نطرز غير هكذا كامل. بعدها شريت هذا الحزام، هذا اللي تتربط به الفوطه هذه تاعنا باش تتشد احسن. اللي كما قلت لكم هذا الحزام تقدروا تستغنوا عليه لما ديروا لاستيكات، هنا قداش نخط تاع لاستيك تقدروا تستغنوا على الحزام. اما هنا مولاتو حبت الحزام، لذا هي اصلا قالت لي جبتها لي واجده، وانا راني مدفيت فيها ونحيت هاد الخطوط وهاد الحوايج ورايحه نطرزها. هذا هما الحوايج اللي نحتاجهم، رايحه نطرزها ورايحه نوريها لكم وتشوفوا النتيجه باذن الله تعالى. ابقوا معايا وراح نوري لكم النتيجه تاع الفوطه تاع الحمام. السلام عليكم، شوفوا هنا راني خدمت الغصن تاع الازهار هكذا كامل، طرزته بالحاشيه الذهبي
الان واش راني رايحه ندير، رايحه نرسم الدوائر اللي نرسم فيهم نطرز فيهم الوردات، راح نرسمهم بقلم رصاص. هاوليكم قلم رصاص ورايحه نطرزهم كامل هكذا، نرسمهم كامل، نعلم الاماكن اللي راح نطرز فيهم الوردات وباش نطرزهم ويجوني سهلين. وهاي لكم الفوطة بعد ما كملتها، شوفوا كيفاش طرزتها، طرزت وردات صغار بيوضة وكذلك غوز، وكملت لصقت هذاك القالون ماروكان هذاك بجنب، راكم تشوفوا في النتيجة النهائية. شوفوا حتى الحزام وين رايح يجي هكذا، درت شوية عقيقات ولا حجرات في وسط الوردات كما راكم تشوفوا. إن شاء الله تكون عجبتكم وفي أمان الله.